في المختبرات تشوفون أي بيشنت يعني قبل ما يسوي سيرجري أو مو سيرجري أي حالة مرضية، دائما الطبيب راح يدز البيشنت أنه شو يسوي، يسوي سي بي سي اللي هي كومبليت بلاد كاونت، من ضمنها التحاليل اللي هو الهيموغلوبين استيميشن، ومن عنده من راح نشوف نسبة الهيموغلوبين راح نعرف أنه هذا الشخص عنده أنيميا أو لا. إذا هو يعتبر من التحاليل المهمة جدا. وأنتم تعرفون أنه الأنيميا هي إما تنتج عن degrees of RBC أو degrees of hemoglobin أو both، يعني ربما تكون ال RBC طبيعية بس الهيموغلوبين الموجود بها قليل فينتج عنده أنيميا. أوكي، إذا الهيموغلوبين هو وين موجود؟ موجود بال RBC. The function of hemoglobin هو responsible for carrying oxygen to all cells in the body. احنا سابقا من المختبرات السابقة قلنا وظيفة ال RBC هي نقل الأكسجين إلى different organs of the body، وبالعكس راح تنقل لنا ال CO2 من ال organs of the body المن إلى اللانج. من يقوم بهاي الوظيفة؟ يقوم بها الهيموغلوبين الموجود داخل ال RBC. زين، عندنا إضافة إلى ذلك أن buffer against change in hydrogen. أحيانا يصير عندنا اختلاف بال acidity of the blood، يصير عندنا acid base imbalance، اختلاف بالالكترولايت، الهيموغلوبين أيضا إلى القابلية أن يسوي buffering ويعادل ال acidity of the blood. زين، الهيموغلوبين detection بيش راح يفيدنا؟ راح نعرف بال patient's oxygen carrying capacity، وراح نعرف ال current blood loss and recovery from blood loss و treatment of RBC disorder like الأنيميا. هاي شنو أهمية الهيموغلوبين detection. نجي على نسبة الهيموغلوبين بال RBC. الهيموغلوبين يمثل نسبة 98% of the protein found in the RBC. ال RBC مو بس تحتوي على هيموغلوبين، على بروتينات أخرى، لكنه الهيموغلوبين هو راح يمثل لي أكبر نسبة اللي هي تمثل لي 98%. وطبعا هو give the RBC it is red color، مسؤول عن اللون الأحمر اللي هي عفوا موجود بال RBC. ليش؟ لأنه يحتوي على الهيم الأيرون. طبعا يتكون من 2 بارس اللي هي أول شيء الهيم. الهيم هو طبعا الأيرون، 4 أيرون أتمز، 4 ذرات من الأيرون in the ferrous state and porphyrin ring. طبعا أريدكم تنتبهون أنه الأيرون الموجود بالهيموغلوبين يكون في حالة الفيروس ستيت، فرجاء تنتبهون عليها، لازم يكون بالفيروس ستيت، يعني ال Fe موجب 2. إذا تأكسد أو اختزل إلى غير حالة يكون abnormal hemoglobin، ما راح يشتغل الشغل مالته الطبيعي. إذا لازم نعرف أنه الأيرون موجود بالهيموغلوبين يكون بالفيروس ستيت اللي هو Fe موجب 2. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الجلوبين اللي هو 4 protein chains، ومن اسمه هيموغلوبين يعني 2 part heme and globin. The most common globin forms are alpha and beta chain. طبعا احنا قلنا الهيم هو اتفقنا عليه هو الايرون، الجلوبين جزء الجلوبين هو البروتين. البروتين من يتكون؟ يتكون من 4 peptide chain. شنو نوع هاي البيبتايد تشين اللي يتكون من عند هذا البروتين؟ هي الألفا والبيتا. بصورة طبيعية موجودة بالهيموغلوبين بالجسم الإنسان هي 2 ألفا peptide chain وشنو 2 بيتا peptide chain. عندنا أنواع الهيموغلوبين هي شنو هي؟ Hemoglobins are named based on the structure of the protein chain that is present. إذا عندنا عدة أنواع من الهيموغلوبين، راح نعطي كل واحد تسمية لها
هاي تعتمد على شنو مكونات البيبتايد تشين موجودة. أول شي الهيموغلوبين أي، من اسمه هيموغلوبين أي يعني شنو معناتها موجود بالأدلت. النسبة مالته من 95 إلى 98% of adult hemoglobin. نجي على الهيموغلوبين A2، هذا شنو ال A2؟ ال A2 هم موجود بالأدلت لكنه النسبة مالته راح تكون أقل من 3 إلى 5%. هسه تقولون شنو الفرق بين ال A وال A2؟ إن صح الاثنينات الموجودات بالأدلت لكنه الاختلاف بالستركتشر مالت البيبتايد تشين. نجي على النوع الثالث الهيموغلوبين F، شنو ال F؟ معناتها فيتاس، موجود بالفيتاس، هو النورمال فيتال هيموغلوبين، وأيضا نلقاه موجود بالأدلت لكنه بنسبة ضئيلة جدا less than 1%. أما الهيموغلوبين S اللي هو النوع الأخير هو abnormal هيموغلوبين و found in the sickle cell anemia، وهسه بعدين راح نشوفه. إذا هسه عندنا أنواع الهيموغلوبين based on the structure، تمام؟ إن كم نوع؟ عندنا أربعة: الهيموغلوبين A اللي قلنا الموجود بالأدلت، وال A2 أيضا موجود بالأدلت لكنه بنسبة أقل، وال F هو موجود بالفيتاس وبنسبة قليلة جدا موجود بالأدلت، وذن ثلاثة أنواع نورمال. النوع الأخير يكون أب نورمال، الموجود عندنا في حالات مرضية. هاي البيبتايد تشين، هاي اللي الوردية هي الألفا تشين، شوفوها تو تشينز، والبرتقالية هي البيتا تشين، تو بيتا تشينز، كونت لنا الجلوبين، وهذه مثل الأقراص الحمر هي الهيم الموجود بالهيموغلوبين. نجي على النورمال فاليو، تتعودتوا انه النورمال فاليو هي طبعا مهمة لازم تحفظوها. بالنسبة للميل هي من 13.5 إلى 17.5 ملي جرام بير ديسيلتر، وطبعا الوحدة جدا مهمة تركزون عليها. دائما من نحفظ نورمال فاليو لازم الوحدة وياها، لأن بالامتحان تتناقصون إذا ما كاتبين الوحدة. نشوف الفيميل النسبة مالتهم أقل من الميل، 11.5 إلى 15.5. ليش؟ مثل ما نعرف أنه الميل تكون المصل ماس مالتهم أكبر، فبالتالي الهيموغلوبين حيكون أعلى عندهم من الفيميل. نشوف هنا النيو بون 21 جرام بير ديسيلتر. ليش النيو بون مات الهيموغلوبين عالي؟ لأنه الطفل أول ما يجي للدنيا قلنا الرئة مالته تكون ما مكتملة، فيحتاج إلى أكسجين عالي. من ينقل الأكسجين؟ مثل ما نعرف الار بي سي والهيموغلوبين موجود به، فكأدابشن ميكانيزم الجسم راح يزيد من إنتاج الهيموغلوبين حتى يحصل على أكسجين أكثر، ولهذا نشوف النسبة مالته أعلى بالنيو بون من الأدلت. تمام، هسه هنا عندنا بعض التطبيقات الطبية اللي هو the body will respond for the decrease in hemoglobin level for a slightly lower than normal hemoglobin level as a compensatory mechanism. في حال مثلا انه الهيموغلوبين يعني slightly less than normal، شوية اقل عن الطبيعي، انتبهوا عليها slightly less than normal يعني قل بس بمقدار بسيط، الجسم ايش راح يسوي؟ راح يسوي compensatory mechanism، يحاول ان يعوض. فشي يصير عندنا؟ الهارت will beat faster and more forcefully. نشوف راح يصير خفقان، تزداد سرعة الهارت. بعد عندنا شنو؟ lungs increase the amount of air they move each minute to increase the amount of oxygen they deliver to the blood. اذا الاستجابة مالت الجسم شلون راح تكون؟ الهارت راح يزيد السرعة مالته، وحتى اللانج راح تزيد السرعة مالتها حتى تحصل أكبر كمية من الأوتو. هاي في حال شوي أقل الهيموغلوبين، لكن في حالات تكون الهيموغلوبين راح يقل بكميات كبيرة، الجسم شلون حتكون الاستجابة مالته؟
When the level drops too low for us, we start to feel tired. راح يبدي يشعر البيشنت أنه جدا تعبان. Breathe less, ما يقدر يتنفس. And may start to run into problems with too little oxygen. طبعا منه كلش يهبط عند الهيموغلوبين، كلش هبط عند الأكسجين، طبعا راح يحس نفسه مخنوق، ما يقدر يتنفس، تعبان، ما يقدر يتحرك. ليش؟ لأنه ده يصير الأوتو راح يقل الـ different organs of the body، وطبعا خصوصا الـ brain والـ heart. راح يوصل مراحل ربما حتى يصير عنده كوما، لأنه يعني تقريبا الأعضاء وبقية الجسم يعني يصير impaired للـ function مالتها بصورة كبيرة. وطبعا راح يصير عنده palpitation وراح يدوخ أو حتى ربما يفقد الوعي. عندنا حالة الهيموغلوبين والهاي altitude، هنا هاي الحالة هي طبيعية physiological adaptation. نشوف the people living at high altitude have developed unique and often different ways to cope with reduced amount of oxygen available at higher altitude. يعني دول الأشخاص اللي يعيشون بالمرتفعات، يعني المناطق الجبلية مثل ما قلناها بالمرتفعات، الضغط الجوي والأكسجين راح يكون قليل. ممكن الأشخاص اللي يعيشون بالآت سي لفل على مستوى البحر، فطبعا هاي راح الجسم هو وحده راح يتكيف، ويكون نسبة الهيموغلوبين بأجسامهم أعلى من الأشخاص اللي يعيشون بالآت سي ليفل. مثل ايش عندنا هنا، معطينا مثال: ال natives of the Andes mountains in South America have a higher concentration of hemoglobin in their blood, allowing more oxygen to be carried by the same volume of blood. However, there are other means of coping with the high altitude. ها معطينا مثال هذول الأشخاص اللي يعيشون بالجبال الأنديز جنوب أمريكا، نشوف نسبة حتى لو أنه الـ volume of blood نفسه مع يعني الإنسان الطبيعي، لكنه نسبة الهيموغلوبين تكون مالته أعلى حتى adaptation للنقص مالت الأكسجين الموجود بالمرتفعات. أكو فد ميكانيكية ثانية اللي هي الـ people living in the Tibetan بلاتيو، دول اللي يعيشون بهضبة التبت أو أي مرتفع، بس هو معطينا مثال يعني have double their nitric oxide level. هو شنو النيتروف أوكسيد؟ النيتروف أوكسيد اللي هو أنتو تعرفوه هو بازو دايليتر، هذا يعني فد ميدييتر ينفرز من الإندوثيليال سيل الموجودة بالبلاد فيزل. شو تسوي؟ تسوي بازو دايليتر، توسع الأوعية الدموية حتى توصل أكبر كمية من الهيموغلوبين والأوتو. إذا الأدابشن مالتهم يزيدون الـ increase of hemoglobin ويزيد الـ release of nitric oxide. ها بالنسبة للأشخاص اللي يعيشون بالـ high altitudes. نجي على الـ variant forms of hemoglobin. عندنا أشكال مختلفة من الهيموغلوبين، عندنا أوكسي هيموغلوبين، وعندنا كارب أمينو هيموغلوبين، وعندنا المات هيموغلوبين. هاي أيضا تعتبر أنواع من الهيموغلوبين. هسه يعني يخطر ببالكم سؤال، إذا أجاكم بالامتحان مثلا أنواع الهيموغلوبين، إيش راح تكتبون؟ تكتبون هذه لو هيموغلوبين أي وأي تو اللي قبل شوية شفناها. هاي أنا أحددها لكم بالسؤال، إذا قلت لكم type of hemoglobin based on structure راح تكتبوا لي الأنواع الأولى اللي هي هيموغلوبين A وال A2 وال F وال S. إذا فقط قلت لكم types of hemoglobin راح تذكروا لي هذه اللي هي oxy hemoglobin، اللي هي من جاية hemoglobin combined with oxygen، بينما الكارب أمينو هيموغلوبين هو الهيموغلوبين combined with carbon dioxide اللي هو CO2. أما الميت هيموغلوبين هو فيروس ايرون converted into ferric iron. هذا شوي أريدكم تنتبهوا لي عليه، النوع الأخير اللي هو الميت هيموغلوبين.
قلنا قبل شوية الهيموغلوبين إيش لازم يكون؟ لازم يكون بالفيروس ستيت، موجب 2 هي الحالة الطبيعية. أما إذا تحول إلى الفرك ستيت، الفرك ستيت معناتها موجب 3، هنا راح يكون abnormal هيموغلوبين وما راح يقدر يقوم بالفانكشن مالته الطبيعية. فمن يتحول إلى الفرك ايرون نسميه مت هيموغلوبين. زين شنو هي الباثولوجيكال كونديشن اللي ممكن تنتج عندنا نتيجة تغيير الهيموغلوبين؟ كنا نعرف الديكريز اوف هيموغلوبين ينتج عنها الانيميا، والزيادة بالهيموغلوبين هي ينتج عنها البوليسايثيميا. هنا راح نتناول فقط الانيميا. طبعا لأهميتها عندنا عدة انواع من الانيميا. اول شيء عندنا ايرون ديفيشنسي انيميا، وهذا طبعا النوع اللي هو الاكثر شيوعا. The commonest cause of anemia in most part of the world cause either due to loss of iron, due to bleeding or inadequate diet or malabsorption. هو طبعا هاي النوع الاول من اسمه iron deficiency anemia، هو نقص عن الايرون، يا اما بسبب مثلا مرات bleeding، مثلا شخص تعرض الى accident صار عنده bleeding، فقد كميات كبيرة من البلاد، او مثلا الدايت مالته، الاكل مالته دائما يقول هذا عنده فقر دم ما ياكل. ليش ما ياكل اكل صحي في ايرون؟ ممكن ان تنتج عنده انيميا، او ربما هو ياكل الاكل الصحي لكنه عنده مشكلة بالابزوربشن، بدأ يمتص عند الحديد فينتج عنده الايرون ديفيشنسي انيميا. ان النوع الثاني اللي هو ميغالو بلاستيك انيميا، caused by deficiency of vitamin B12 or folate deficiency or both of them. طبعا احنا نعرف الفيتامين B12 والفوليت او فوليك اسيد هو ضرورية بالسينثيسيس للار بي سي والهيموغلوبين. طبعا النقص باي واحد بيهم او باثنيناتهم راح ينتج عندنا انيميا، وهذا النوع نسميه ميغالو بلاستيك انيميا. النوع الثالث عندنا بيرنيشيوس انيميا. هذا شنو النوع؟ هو auto immune distraction of gastric parietal cells، يعني الانتيبادي and activation of شنو؟ intrinsic factor. طبعا من نقول auto immune، الauto immune disease بصورة عامة هي شنية؟ هي الجسم جهاز مناعي. طبعا احنا نعرف الاميون سيستم هو شي يسوي انه يحمي الجسم من الفورم بادي. طبعا تعرفون هي الجهاز المناعي بعدة امور، من ضمنها الانتي بادي الاجسام المضادة هي اللي تهاجم لنا الفورم بادي تحمي لنا الجسم. في امراض معينة الانتي بادي تهاجم الجسم نفسه، تسوي ديستراكشن للاورجان الموجودة بيه، وهذا شو نسميه هاي الحالة من الانتي بودي تهاجم الجسم نفسه نسميها اوتو اميون ديزيز. من ضمنها هنا عندنا هذا النوع من الانيميا، هنا الانتي بودي مالت الجسم نفسه شو راح تهاجم؟ راح تهاجم الباريتال سيل. الباريتال سيل هي الخلايا الجدارية الموجودة بالجلط اللي ضاغطين اياه. هاي شنو وظيفتها؟ سكريت انترنسينج فاكتور. هذا الانترنسينج فاكتور ضروري فور ابزوربشن للفيتامين بي 12 اللي احنا نحتاجه حتى يتكون عندنا الهيموغلوبين وحتى يتكون عندنا الار بي سي. فهاي الانتي بودي راح تسوي لنا ديستراكشن من الباريتال سيل، بالتالي الانترنسينج فاكتور ضروري اللي احنا نحتاجه ما حيتكون، راح يصير عندنا نقص بالفيتامين بي 12 وبالتالي بالهيموغلوبين، وهذا النوع من الأنيميا نسميه بيرنيشيوس أنيميا. بعد عندنا أنواع اللي هي الهيمولايتك أنيميا، من اسمها هيمولايتك من تنتج نتيجة الهيموليسيس destruction من الـ RBC. همين بها أنواع، من ضمنها الهيريديتري سيفروسايتوسيس، يعني هاي موروثة وليس مكتسبة. نشوف هذا شنو النوع، هو deficiency of spectrin. شنو هو الspectrin؟
السبكترين هو عبارة عن بروتين موجود بالمبران المن للار بي سي، هو يحافظ على الشكل مالتها اللي هو الباي كونكيف. من يصير ديفيشنسي عندنا بهذا البروتين، اذا ما حد حافظ على شكلها الباي كونكيف، ايش راح يصير شكلها؟ سيفيريكال. واحنا نعرف حكيناها سابقا، دائما السبنين راح يميز الاب نورمال ار بي سي، بس يشوف ار بي سي شكلها اب نورمال مو باي كونكيف، راسه راح يسوي لها ديستركشن هيموليسيس. هنا الشكل حيختلف، راح يتحول من باي كونكيف الى سيفيريكال، راسه راح يتحطم ويصير عندنا هيموليسيس. عندنا انواع اخرى من الهيمولايتيك انيميا، لكن تكون هاي اكوايرد مكتسبه. عندنا اوتو اميون هيمولايتيك انيميا، ربما مثلا اوتو اميون ديزيز صارت عندنا نتيجة مثلا دراجز، مثلا مرات تصير توكسين يصير بسببها اوتو اميون ديزيز، واللي شو تسوينا الانتي بودي تهاجم من الار بي سي ويصير عندنا هيمولايسيس، فهي تعتبر من الاكوايرد هيمولايتيك انيميا. او اكو هيمولايتيك ديزيز بالنيو بون، او عندنا الاي بي او انكومبيتابيلتي او الار اتش انكومبيتابيلتي، من ننقل بلاد من فصيلة الى فصيلة ثانية اللي هي ما تتوافق وياها يصير عندنا هيمولايسيس، او مثلا هذا بوزيتيف ونيجاتيف غير متوافق همين يصير عندنا هيمولايسيس. عندنا بعد انواع من الهيمولايتيك انيميا اللي هي الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي، ركزوا على عنوان جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز. اذا هذا شنو هو؟ هذا انزيم، من يصير عندنا نقص بهذا الانزيم يصير عندنا هيمولايتيك انيميا. ايش وقت عندنا الفافيزم؟ الفافيزم هي حالة تسمى بالفوال. يعني شنو الفوال؟ بعض الأشخاص اللي يأكلون باقلة يصير عندهم هيمولايتك أنيميا. الباقلة بها نسبة عالية من الأكسيدنت ماتيريال، هاي المواد المؤكسدة شو تسوي؟ تسوي هيمولايسيس. بينما هذا الانزيم الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز هذا له قابليه كانتي اوكسيدنت يحمي الار بي سي من الاوكسيدنت ماتيريال اللي يسببها الباقله. اذا اكو نقص بهذا الانزيم، اذا ايش راح يصير عندنا؟ ماكو شيء يحمي من الار بي سي من الاوكسيدنت ماتيريال، يصير عندنا هيمولايسيس، فهو هذا المرض يسموه بالفوال، اللي هم الاشخاص اللي يصير عندهم انيميا نتيجه الباقله. بعد عندنا النوع الأخير اللي هو الهيموغلوبينوباثيز. هذا الهيموغلوبينوباثيز نتيجة شنو؟ ديفكت بالهيموغلوبين نفسه. من يصير ديفكت بالهيموغلوبين ما حيشتغل، يعني حيسبب لنا أنيميا. مثل ايش عندنا؟ السايكل سيل أنيميا اللي هي تنتج there an alteration in amino acid sequence of polypeptide chains of the globin fraction of hemoglobin. مثال عليها الهيموغلوبين S found in sickle cell anemia. هذا الهيموغلوبين S اللي حكيناه بالبداية، احنا مثل ما قلنا قبل شوي الهيموغلوبين هو يتكون من جزئين من الهيم والجلوبين. الجلوبين قلنا هو البروتين، تمام زين. احنا كل بروتين يتكون من امينو اسيد طبعا خاص بفت سيكونس وانواع معينه من الامينو اسيد. هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تغيير بالسيكونس الطبيعي للامينو اسيد اللي يكون لنا هذا الجلوبين. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني اب نورمال بروتين نسميه هيموغلوبين اس اللي هو قلنا اب نورمال. وجود هذا الهيموغلوبين اس بالار بي سي راح يغير شكلها من الباي كونكيف الى ان يصير سايكل سيل. شنو سايكل سيل؟ يعني منجلي، ده شوفوه مثل هذا بالصورة. من تغير شكلها وصار سايكل سيل، رأسا السبنين راح يميز انه هذا اب نورمال شيب الى الار بي سي، راح يسوي لها هيمولايسيس. بعد شنو عندنا؟ عندنا الثلاسيميا. الثلاسيميا هاي هم جدا مهمة، هو الالتا ان انهيرتد امبيرمنت اوف هيموغلوبين برودكشن.
in which there is partial or complete failure to synthesize a specific type of globin chain. هذا النوع من الأنواع هو أيضا يعتبر من أمراض الهيموغلوبين الثلاسيمية. هذا جدا مهم حتى يعني مشهور هذا المرض. طبعا هو هذا بيكون موروث نتيجة شنو؟ إنه يصير خلل أدني بالسينتيسز مات الهيموغلوبين، يا إما يكون complete impairment أو partial نتيجة يختلف السيكونس، يختلف واحد من الأمينو أسيد اللي يتكون الهيموغلوبين، حيعطيني بالتالي abnormal هيموغلوبين. من صار عندي abnormal راح يغير لي شكل الخلية مات ال RBC، حولها من باي كونكيف الى اذا تشوفون هذا شكلها بالصورة، يعني فشي مسطح يشبه المربع او المستطيل. من تغير الشكل مالتها رأسها راح تتعرض للديستراكشن وبالتالي تنتج الانيميا. بعد عندي انيميا اوف كرونيك ديزيز، هذا النوع الاخير. هذا عندنا هواي كرونيك ديزيز ممكن اسبب لي انيميا، من ضمنها وأشهرها اللي هو كرونيك كدني ديزيز. كرونيك كدني ديزيز دائما هي طبعا هي الكلية من يصير بها هاي الأمراض المزمنة. ليش تنتج عندنا الأنيميا؟ ليش؟ لأن عندنا الإريثروبويتين، هذا الهرمون اللي يحفز على إنتاج الـ RBC، هو أصلا ينفرز من الكدني. ففي حال أنه عندنا كرونيك ديزيز هذا المستمر impairment بالكدني ما راح ينتج عندي الإريثروبويتين، بالتالي سبب لي أنيميا. هاي من الأنواع الشائعة من الأنيميا of chronic disease. وعندنا طبعا أمراض ثانية بس أشهرها هي الكدني ديزيز. نجي على الجزء العملي للمختبر. شلون راح نسوي استيميشن للهيموغلوبين؟ الطريقة مالتنا المستخدمة named ساليز ميثود. هي طبعا شوفون هي الاتش مثل اللفظ، نقول عليها السالي مو السحالي، لا ساليز ميثود. زين شنو الانسترومنت اللي حنحتاجها؟ طبعا كلر ستاندرد، بايبت، البايبت تكون مارك لحد 20 مايكروليتر. نحتاج إلى graduated tube with distilled water و 0.1 normal HCl و anticoagulant whole blood or capillary blood can be used. زين هاي البايبت مالتنا التدريج مالتها لحد 20 مايكروليتر نسميها السالي بايبت، مشتق من اسم الطريقة مالتنا اللي هو السالي ميثود. هذا اللي graduated tube، هذا اللي راح نخليه بالوسط بالجهاز. طبعا انتبهوا طلاب، هذا التيوب بتدريجات من الجهتين. هسه تشوفون ان شاء الله بالمختبر تدريجات باللون الاصفر وتدريج باللون البرتقالي. وحدة من عندهم يقيس البرسنتج ووحدة من عندهم يقيس بالجرام بير ديسيلتر. انتو تنتبهون احنا شغلنا على الجرام بير ديسيلتر، يعني البرسنتج نعوفها ما نشتغل عليها. هذا الجهاز هو الهيموسايتوميتر. نشوف البروسيجر مالتنا. From the graduated tube to mark 2، احنا بالبداية نجيب الgraduated tube مالتنا. شو نسوي؟ نخلي بيه ال HCl. بالاول ما نخلي HCl لحد المارك 2. بعدين نسحب البلاد بالبايبت مالتنا. البايبت قلنا شقد هي التدريج مالتها 20 مايكروليتر، انا اسحب كامل لحد 20 مايكروليتر. بالفيديو اللي نزلته لكم هو كان عنده بلاد بالتيوب سحب، احنا ما راح نجيب بلاد جاهز، لا راح نسحب من عندنا يعني بالمختبر مثل ما تعودتوا عادي بالفنجر تسوون انسجن وتسحبون البايبت، لان هي هذه طبعا كابيلاريز كلش دقيقة الموجودة بالبايبت، مو عبالكم كمية كبيرة راح تسحب. فالبلاد حنوصله لحد 20 مايكروليتر بالبايبت. اجي وين انزله؟ انزله بالتيوب اللي اني ضايفت له اصلا كانت HCl لحد المارك 2.
صار عندي بالجراجويتد تيوب صار عندي بلاد زائدا السي ال، ايش راح اسوي؟ اسوي له ميكسينج حتى شنو يصير تفاعل. هذا التفاعل بما راح يكون عندنا ما بين الهيموغلوبين وما بين الاتش سي ال، ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني ماده اسمها اسيد هيماتين. الاسيد هيماتين هي نتيجه التفاعل ما بين الهيموغلوبين والاتش سي ال. هي شلون يكون لونها؟ راح يكون لونها براون. طبعا انتظر 10 دقائق حتى يكتمل التفاعل وابدي اقرا بالجراجويتد تيوب لحد وين واصل. راح اشوف انه هذا اللون يعني يكون كونسنتريتد ديب براون. انا ايش اريد؟ اريد يكون اللون ما تفاتح، يعني نفس لون الموجود عندنا هنا قاعد تشوفوه بهذا الجهاز، اللون البرتقالي اللي منه ومنه هو هذا الستاندرد مالتي. اريد اللون مالتي يكون نفس اللون بالضبط. فابدي اضيف شوية شوية قطرات من الدستلد ووتر حتى اخفف اللون الى ان يوصل بالضبط نفس اللون مالت الستاندرد. من وصل نفس اللون هو هذا الهيموغلوبين مالتي، ابدي اقرا بالجراجويتد تيوب اشوف ايش قد اسجله. ومثل ما قلت لكم التيوب مدرج بتدريجتين بالبرسنتج وبالجرام بير ديسيلتر، احنا نستخدم الجرام بير ديسيلتر. والورك شيت طبعا انا هم نزلته لكم على الكلاس روم، اكو اذا شفتوا بيه صوره. هاي الصوره يعني حطيناها جماعه العام لانه ما قدروا يشتغلون بالمختبر فخلينا لهم هاي الصوره. عادي الطلاب اللي طبعا انتوا راح تعتمدون على النتيجه اللي تطلع لكم بالمختبر، بس اذا ما طلعت لكم النتيجه تقدرون تعتمدون على الصوره الموجوده في الورك شيت اللي هنا. طلاب انتهى المختبر، اذا عندكم اي سؤال اسألوا.